انا شفت الماتش امبارح، كان اداء كويس جدا من المنتخب المصري، وان شاء الله شايف ان احنا هنصعد بنتيجه كويسه، وان شاء الله هنقدر نحقق نتيجه كويسه. يعني احنا بعد الماتش احنا اصحاب جدا هنا، وبقينا مقيمين هنا بقالنا سنه ونص، وبعد الماتش اتكلمنا مع بعض واحنا يعني متفقين مع بعض ان شاء الله ان احنا هنصعد. احنا بصراحه نفسنا نتفرج، احنا حاولنا نشتري كذاكر بس لينا في مدرجات السنغال بس. لا بالفعل احنا اشترينا 3 كذاكر بس طول لينا في المدرجات السنغاليه، فاكدنا عليهم قال لا في المدرجات السنغاليه، فاحنا ما قدرناش نكمل نشتري تاني. والله اتفرجت على الماتش بتاع امبارح، يعني اداء مشرف وكويس. هي السنغال طبعا منتخب قوي وكل عارف انه قوي، بس ان شاء الله احنا قدها ونعدي كل المراحل باذن الله ونصل كاس العالم في قطر. لا الماتش الجاي ان شاء الله تعادل. لا الجو هنا جميل، يعني جميل بالنسبه يعني الشتاء في مصر وكده، الجو هنا جميل، ما فيش اللي هو البرد زي مصر وكده، الجو هنا طبيعي، بس في الصيف طبعا بيبقى الجو حر جدا، وطبعا هنا معظم اللعب بيبقى في النهار وكده. احنا عايزين مصر ترفع راسنا، عشان الماتش امبارح كان كويس جدا، وبنتمنى ان هم يجوا هنا يرفعوا راسنا. احنا هنا ماتش الكاس لما راح مننا بجد، يعني شفنا كلام منهم كتير يعني، فبجد يعني نفسنا مصر ترفع راسنا في الماتش يوم 29 باذن الله. واحنا بصراحه تعبنا عشان عايزين نمشي الملعب، بس مفيش تذاكر، دفعنا فلوس عشان عايزين نقف في الملعب، بس برضه مش لاقيين تذاكر نهائي. فبنتمنى ان انتم تشوفوا لنا تذاكر يعني عشان نخش احنا واصحابنا وزبايننا كلنا. احنا والله دفعنا فلوس وعملنا كل حاجه، بس برضه مفيش يعني مفيش الا لفتنا وقت في المدرجات السنغاليه، وطبعا مش هينفع نقعد معاهم لان هم متعصبين جدا، فهتحصل مشاجرات واحنا مش عايزين كده. احنا عايزين الماتش يعدي بسلامه وخير ان شاء الله، ومصر ترفع راسنا باذن الله.